هلا وشلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. وصفتنا لليوم وصفة رهيبة جدا، وصفة شتوية بامتياز، تدفي وطيبة بشكل، وسويتها للشغل ما شاء الله. دا ياكلون ويقولوا لي عاشتيدش وعاشتيدش وش قد طيبة، واخر شيء حتى القدر مسحه. وقبل ما ابدي بالفيديو، اتمنى ان تشاركون الفيديو مع الاهل والاصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية، واللي ما مشترك بالقناة أتمنى أن يشترك ويفعل الجرس، ولا تنسوني باللايك. الشوربة الكراث، أحتاج عندي هنا هذا الكراث، وأحتاج الجزر. الجزر بعد ما كله قشرته وغسلته وتركته على جهة، أقطع هذا الكراث كله على شكل حلقات مثل ما تشوفون وأغسله. مرة سابقة أسبوع الفات كان سويت لهم شوربة العدس لزميلاتي بالشغل، طبعا كلش كلش حبوها. الشوربة العدس موجودة عندي بالقناة، راح أخلي لكم رابطها تحت الفيديو. بعد ما أنتهي من تقطيع الكراث كلها، راح أبدي أقطع الجزر أيضا حلقات. الحلقات يعني تكون خفيفة أفضل. بعدها قطع الجزر كلها حلقات مثل ما تشوفون، حلقات تكون خفيفة. أقطع الجزر وأجهزه للشوربة أو المرقة. بعد ما انتهيت من تقطيع الجزر، أغسل الكراث بطريقة يعني جيدة، لأنه يكون بين الورق مالته موجود رمل وشوية يعني أوساخ، فالأفضل أن نغسله بمي جاري وعدة مرات ونصفيه. وأخلي القليل من الزيت بالقدر على النار. بعد ما سخن الزيت، أضيف له الجزر وأقلبه على النار، وأغطي القدر وأتركه شي دقيقتين وأرجع لكم. بعدها أضيف الكراث بعد ما غسلته وصفيته من المي، وأقلبه هو والجزر، وأوطي الحرارة للوسط وأغطي القدر وأتركه. بعد ما نشف السائل من هذا الجزر والكراث، أضيف له 3 ملعقة طعام من معجون الطماطة، يعني بين 2 إلى 3 حسب نوع المعجون الطماطة اللي عندكم. وأضيف له القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود، ومي مغلي يكون بحيث يغطيها هذه المرقة، هذه الخضروات أو الشوربة، يعني يكون شوية أعلى من هذه الخضروات. وأخلطهم كلهم سوية وأوطي الحرارة، أخليها على الوسط وأغطي القدر وأتركها حتى تغلي هذه الشوربة. وبعدها راح أتركها أوطي الحرارة مرة ثانية وأخليها تتهدى. بعد ما استوت الشوربة أو المرقة، أطفي النار من تحتها، وشوفوا ما شاء الله يعني الخضروات كلها استوت وشكلها رهيب. آخر شيء قبل التقديم، أعصر عليها ليمونة واحدة. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.